عشان ترفع الفيديو القصير بتاعك على اليوتيوب في شرطين مهمين. اول حاجة ان انت تكون مصور الفيديو بالطول، والفيديو ما يتعداش المدة بتاعته 60 ثانية. بعد كده الطريقة سهلة جدا، بتدخل على اليوتيوب، بعد كده هتدوس على علامة الزائد اللي تحت وهتعمل ابلود فيديو او تحميل الفيديو. هتختار مثلا الفيديو اللي انت عاوزه، وهنا هتبتدي تحدد انت مثلا عاوز قد ايه من الفيديو. يعني الفيديو ده مدته 29 ثانية، انت ممكن تقلله او تزوده براحتك. انا مثلا اخترته كله، هدوس على نيكست. بعد كده بيكون في كذا اختيار، اضافة مثلا موسيقى او اضافة نص، او مثلا التايم لاين ده لو انت عاوز تظبط مثلا النص بتاعك عاوزه يكون موجود في الفترة المحددة. واخر حاجة الفلتر، ودي انا منصحش ان انت تبتدي تلعب فيها، يعني يستحسن اللعب على الالوان يكون على برنامج الايديت نفسه مش من هنا، لان بتلاقي الالوان مش مظبوطة قوي. بعد كده هتخش على الخطوة اللي بعديها، ودي اهم نقطة، ان انت هنا بتلاقي على الصورة المصغرة علامة القلم دي، اللي لما تدوس عليها بتبتدي تختار الثامبنيل بتاعك او الصورة المصغرة. انا مثلا هختار دي واقول له تم. دي مش هتلاقيها موجودة على الكمبيوتر، لو انت حاولت تعمل تحميل للفيديو القصير ده من على الكمبيوتر مش هيديلك الاوبشن ده، وهو هيختار لك اي صورة مصغرة، وممكن تكون جاية الصورة المصغرة مش حلوة، وطبعا ده بيضيع الريتش بتاع الفيديو نهائيا. فانصحك اي فيديو قصير تعمله تحميل على اليوتيوب تعمله من الموبايل بتاعك. بعد كده هنا بقى بتكتب اسم الفيديو، وبعد كده هنا بتختار اذا كان هيبقى عام او ان هو unlisted او خاص. طبعا بتختار عام وتقول له المحتوى ده مش للاطفال. واخر خطوة خالص هتدوس على تحميل الشورتس اللي موجودة تحت خالص، وبكده تكون حملت الشورت بتاعك. وكان في الاول يستحسن ان انت تحط الهاشتاج بتاع شورتس، ولكن النتائج بتاعتها دلوقتي ما بقتش قد كده فملهاش اي لازمة. ودي كانت كل حاجة عن فيديو النهاردة، اتمنى تكون استفدت واستمتعت، واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة، واشوفكم بخير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.